acara terakhir yakni doa penutup. Setelah itu acara halal bihalal berupa salam-salaman, saling memaafkan, minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Allahumma jal wa taqabbal audhu thawaba ma qoranaku minas suratul Fatihah wa surat ikhlas salata wa mu'awidhatin wa ayatul kursi wa dzikir wa tasbih wa istighfar wa salam fi hadal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah nuqaddimu dhalika wa nahdi ila husaydina habibina wa syafina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wa hadrati abaihi wa ikhwanihi wa anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim ajma'in wa ma ila hadrati khususan min jamil khulafai rasyidin wa jamil tabi'ina wa tabi'ina lakum bi ihsanin ila yaumin din wa ma ila hadrati khususan min jamil auliya wal ulama wa syuhada wa sayyidina wa salihin wa sultanil sultanil auliya Syekh Abdul Qadir al Jilani wa sultanil auliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadani wa Syekh Baudina Sabadi Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badai Syekh Ahmad Syamsiri Nabi Ali Hasan Hamzi wa ila hadrati khususan min jamil auliya illa fil masyariq al-adhiya gharibiyya wa ma ila hadrati خصوصا خاصا شيخي ومرضي راهي الحبيب العم الطاهر والى حضر الجلاس سليمان وانصري وقريب والى حضر خصوصا ابائنا وعباء ابائنا وامهاتنا وامهات امهاتنا واجدادنا وجد جداتنا ونخص خصوصا عننا وعنكم وازواجنا وازواجكم واولادنا واولادكم واخواننا واخوانكم وشينا وشيوا المعلمين والقرب وسلسلتنا وسلسلتكم والمرشدين والمرتقب وما الى حضر خصوصا خاصا صحاني بول مدفن وعلي زوجته وما إلى حضر من جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اجعل حجابا لهم من النار وغطاء لهم من النار ووقايا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة وحفارا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم واستر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعن سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار يا عالم الشر منا لا تحرق صدر عنا وعافنا واعف عنا وكنا خيط كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي وهب لي رحمة وجميلا وولدا صالحا وذرية طيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ونفس لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشكر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله